أو رفع مقترح وفقا للدستور والنظام الداخلي يحدد بموجبه ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بسنتين أو بدورتين عفوا لا غير. وكذلك هناك أمور حقيقة غاب عنها المشرع في الدستور ولم تنظمها قوانين، وهي في حالة انسحاب نصف الحكومة أيضا عولج بهذا المقترح كي يناقش، وكذلك الفترة التي تسمى فيها الحكومة حكومة تصريف أعمال التي تسبق الانتخابات كما مرت بنا بدورتين سابقتين. لا نريد من هذه الحكومة أن تكون تصريف أعمال، يكون لها بعض الصلاحيات من أجل تقديم الخدمات إلى أبناء الشعب العراقي. لذلك هذا المقترح جمعنا له تواقيع تجاوزت 100 توقيع، سوف نستكمل التواقيع والأسبوع القادم سوف يكون لدى رئاسة مجلس النواب من أجل، ووعدت رئاسة المجلس بأن يدرج في جلسة سريعة ومستعجلة في مجلس النواب ليأخذ هذا التشريع طريقه إلى الإصدار أو الصدور ومن ثم تنفيذه، لنكون أمام مشكلة قد انتهت وتخوفات قد زالت، والموضوع حقيقة لم يكن موجه لجهة معينة وإنما هذه مؤسسات الدولة الثلاثة الرئيسية سوف يسري على هذا القانون.